اولا هي الورشات عموما في التظاهرات مثل هذه خصوصا ملي كتكون تظاهرات شبابيه هي مهمه جدا لانه بدون تكوين لن تكون هناك ممارسه مسرحيه جاده التكوين هو الاساس خصوصا بالنسبه للفئه الشابه اللي كيهتموا بالفن المسرحي ورشه ديال اعداد الممثل هي الابجديات الاولى لفن الممثل التي تعرف عليها اي شاب بغى يمارس او ممارس هاوي المسرح بصفه عامه وبطبيعه الحال كتعطي مجموعه ديال التقنيات اللي كتساعد الشباب انهم يتعرفوا على المهنه والحرفه كيف فن التمثيل وايضا كتساعدهم على انهم يفهموا طبيعه ديال الشخصيات اللي كيلعبوا في المسرح كيفاش ممكن نبحث على الشخصيات ابعادها الاجتماعيه النفسيه الجسديه الى غير ذلك وايضا تقنيه ديال انه كيفاش يمارس يعني في المسرح او يمارس في التمثيل بدون عقد يعني بدون دي بارازيت كما كنقول يكون مرتاح يكون مقبل على العمل يعني بأريحية وبجدية وعنده الادوات والاليات اللي تساعده انه ينخرط مع المجموعه المسرحيه وما يكونش عنده اشكال في الاداء انا تنشوف ضيق الوقت نعم وتنهضروا على اداره ممثل وبغينا نهضروا على دور المهرجان في التكوين وفي ثقافه المسرحيه بشكل عام واش في نظركم واش تتقاسم معايا الفكره ان راه غير كافيه طبيعه الحال غير كافيه وهذا قلتها في الاخر ديال الورشه لانه الورشه دائما اسميها انا الابجديات الاولى للفنانات ماشي يعني تكوين لما كتقول التكوين المستمر يحتاج واحد الصيروره يعني في المكان والزمان يحتاج واحد مجموعه من التماهين ومجموعه من يعني من المعالم اللي بغينا نقول او من يعني واحد التعليم فني تعليم فني خاضع للمعايير معايير اكاديميه باش ممكن انه الممثل يخرج في الاخير او الطالب الممثل يخرج في الاخير يعني بنتائج معينه غير هو ما يمكنش عاوتاني هاد الشباب تحرمهم ولو نزغ قليل من التكوين غير فقط كتشعل عندهم واحد الشعله ديال التكوين داخلهم ولكن الاستمراريه هما خصهم يقلبوا عليها. استاذي العظيم هو انت كاستاذ يعني في هذا المجال ديال المسرح وانا بالي قلق على المسرح هنا كاين واحد الحركيه يعني راه بدات في تقريبا منذ السبعينات وهذا لونغواس ما عرفتش انا واش هي هو قلق الاستمراريه تلاحظ بان غادي تكون عندنا ندوه ما بين الهوايه والاحتراف حنا ما كاينش عندنا محترفين بهذا الشكل ديال نهضروا على مسرح احترافي نهضروا على جمهور احترافي نهضروا على مجموعه بشكل بروفيسيونيل هو انا وصاحبي انا القلق عندي ماشي هو من الممارسين سواء كانوا هواه سواء كانوا محترفين استاذ امين غنانا بواحد الرصيد معرفي وبواحد المعلومات اللي كنا كنفتقروا ليها حنا كشباب في المدينه كنفتقروا للمسرح كنفتقروا للفن التشكيلي كنفتقروا للسينما يعني لجميع انواع الفنون بالتالي ملي كيكونوا ورشات بحال هادو كتكون واحد الرونق او واحد القيمه مضافه تتعلم شي حوايج اللي انت كانت عندك الهفه باش تعلمهم اللي كنتي كتحاول تعلمهم وما لاقيش فيهم اللي كيكونوا بحال هاد الورشات فهذه فرصه ما خاش الواحد يضيعها نعم اذا كانت استفاده وساعدتك باش تواكبي العروض المسرحيه وي غادي تساعدك اكيد لان تدخل في الثقافه وي بحكم انني كنحاول وكندير مبادرات بانني كنكتب سيناريو ولا كندير مبادرات بانني نتطوع في شي مسرحيه للاطفال ولا ما شابه ذلك هذه كان واحد المحفز ليا باش انني نولج لعالم المسرح بصفه مباشره ولا مباشره هذه اول ورشه ولا عندك سبق لك عندك تكوين في هذا المجال ديال المسرح التكوينات العشوائيه اللي كيديروها بعض المخرجين المبتدئين اول شيء بدا كنشكر جورنان اسوار اللي عطاني الفرصه انني ندوي ونبارطاجي معكم داك الشيء اللي كنعاني منه كشباب كيحب المسرح وكما قلت لك انه ما كنصيبوش يعني ديك البنيه التحتيه لانك غادي تخرج فيها الطاقه ديالك
اش تقصد بالبنيه التحتيه؟ يعني عندكم مدار الشباب، كاين المركب، شنو المشكل اللي كاين دابا مثلا؟ واش كافيين ما كافيينش؟ واش فيه واش هما نعم واش بنيه صالحه او غير صالحه؟ كاين دابا المركب الثقافي مثلا ما كيراعيش الشروط مثلا باش انه يكون عرض مسرحي زعما مش كامل، يعني انها قاعه متخصصه للسينما ماشي للعروض المسرحيه، عروض سينمائيه، وقاعه صغيره وهي اللي كاينه في تقريبا في الاقليم كامل. وحنا كشباب كنعاني خير دليل اننا ملي كنصيبو مثلا. انت اش من ساكنه؟ اش من ساكن؟ بولانوار. بولانوار ومساله البعد ماشي مشكل، حنا ملي كنصيبو بحال هاد البادرات بحال هكا كنقلبو عليهم، والدليل هو اننا حاضرين اليوم. نعم. والميساج اللي بغينا نوصل هو انه كاين لما بغيت توصل هذا الميساج شكون؟ بغيت نوصل الناس المسؤولين. مسؤولين. يعني اي واحد مسؤول كيغير على هاد المدينه، يعني المدينه مقتوله فنيا. والدليل راك شتي تتبعينك شتي كلشي، ما غاديش نخبيو لك شي حاجه. كما قلت لك كاينين طاقات، كاينين دراري زوينين كيحبوا الدومين وباغيين يعطيو ويفجروا المواهب ديالهم، ولكن ما صابوش كما قلت لك هذيك البلاصه فين غاديين يعني الشروط يحطوا ديك الطاقه ديالهم. والتأطير ما كاينش ناقص، يعني ما كاينش ناس اللي داريه بهذا المجال، يعني كيجي واحد تقريبا داخل كيبدا يطرفك، يعني كيكون حتى التأطير كيكون ناقص. يعني ملي مثلا اليوم شفنا انه كاين فرق مع الاستاذ اليوم اللي جا، استاذ امين سوري، يعني هو خريج ليزاداك استاذ، يعني حسينا كاين فرق. اذا كرساله كنبغي نوجهها للمسؤولين على اقليم خريبكا ولا مدينه خريبكا، كيكون هناك انعدام للبنيه التحتيه المسرحيه باش نقوموا بعروض مسرحيه. مثلا في قريه ابي الانوار اللي انا كنحاضر منها ما كايناش قاعه عرض مسرحيه، كاينه دار ثقافه ولكن ما فيهاش. اذا كاين مشكل البنيات، البنيات الفنيه في نفس السياق ديال الصديق. كاين مشكل ديال البنيه التحتيه في المنطقه كامله بالاخص قريه ابي الانوار، مشكل ديال غياب الدعم. مثلا كتبدي مسرحيه منين غتجيب الدعم؟ ولا حتى الا كان دعم راه ما كايناش هذيك الثقافه ديال غنعرفوا منين غنجيب، ما كاينش هذاك التوجيه ولا التحسيس بانه حنا ملي كنجيبوا الدعم ولا كنعلموا الناس من انهم كيفاش غيبني واحد العرض المسرحي منين غيقلبوا على الدعم، ما كايناش الثقافه. كاينين جمعيات ومبادرات ديال الناس كيأثروا المسرح وكيديروا المسرح، تبارك الله عليك. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.